للأسف الشديد عندنا أحدى السائحات اللي ويانا البنات من العائلة الإماراتية، الموبايل الآيفون مالها سقط من جيبها من التلفريك، لذلك اضطرينا ان تركنا العائلة فوق ونزلت أنا وبعضهم بالكرسي الوراية حتى ندور على الآيفون اللي وقع. فنرجوكم أن تأخذوا الحذر في حالة صعودكم بالتلفريك، لأن شوفوا هسه يعني عالي، حتى لو وقع هسه أنا حتى لو أشوف الموبايل هنا واقع ما أقدر أنزل، لازم أنزل لآخر نقطة آخر محطة، ومن آخر محطة أصعد راجلا حتى أقدر أشيل الموبايل أو أي شيء. الحالات هذه تحدث كثيرا، الموبايل أو الشارجر، فأهم شيء تعتنون به. هسه شوف أنا دا أنزل ودا أراقب الطريق عسى أن أجد الموبايل الآيفون اللي سقط من البنت. شوفوا هنا كف ساقط هذا أعتقد، أو شوفوا إيش قد مرتفع، يعني مستحيل واحد يقدر هنا ينزل، وإذا ردنا نصعد هنا ترى مو سهلة الشغلة. فالمسألة جدية يا أخوان يا أخوات، من فرحته ينخبص، لا تنخبصوا، اترح وقف يم التلفريك، رتب نفسك، مناظر، موبايل، تشارجر، كيبل معاك مال شحن، أي شيء حطه بالحقيبة، حطه بجيبة، ورا ما تشوف نفسك أنت متهيئ على ركوب التلفريك. الموبايل ضاع، لكن الأرقام والمعلومات اللي بيها والصور خطية صاروا كم يوم هنا جايين يصورون بيها، يعني مثلا مو مثلا فقط فقدان الموبايل، وإنما فقدان يجوز بيها وثائق مخزونة، يجوز بيها صور، فتحذروا. هنا شيء آخر، هنا قبعة ساقطة، هذه القبعة السوداء ساقطة، أشكال نظارات مناظر. شوفوا على سبيل المثال هنا أنا وادي، هذا إذا هنا سقط شلون واحد ينزل؟ هاكم هذا الوادي.